السلام عليكم، مرحبا بكم جديد على قناه الاستاذ الافتراضي. معكم بروف سوما، استاذه اللغه الفرنسيه. مادام كتشوفوا هذا الفيديو والا باغيين تعلموا اللغه الفرنسيه، ولكن قبل ما تاخذوا هذا القرار ضروري خصكم تحددوا وتختاروا شنو بغيتوا تعلموا. واش بغيتوا تعلموا اللغه الفرنسيه، لغه ديال التواصل وتحدثوا بها كانكم فرنسيين، ولا بغيتوا اللغه اللي تستخدموها في الامتحانات ولا توظفوها في كتاباتكم سيرتو الادبيه. بيان سور هاد المكونين مختلفين، وكذلك حتى الطريقه ديال التعلم مختلفه. فاذا كنتو بغيتو مثلا التواصل فضروري خصكم تسمعوا مزيان هاد اللغه اللي بغيتو تهضروا بها، باش هكذا تكتسبوا كلمات، تكتسبوا الطريقه الصحيحه ديال النطق، وتولي عندكم لاكسون فرونسيز، يعني الطريقه اللي كيهضروا بها الفرنسيين. كيفاش غادي توظفوا السمع؟ مثلا تسمعوا اغاني، تسمعوا وتفرجوا في نفس الوقت، يعني واحد لا ميثود اللي هي اوديو فيجوال، تشوفوا المسلسل مثلا وتسمعوا او ميم طون. كل ما شفتوا برامج اللي تكون قريبه للواقع فغيكون احسن، لان الشخصيات اللي كيكونوا فيها كيكونوا كيتحدثوا واحد اللغه اللي هي اوتونتيك بحال كنقولوا حنا الدارجه. فهذاك الشيء اللي كتحتاجوا اصلا في التواصل. رافقوا هذه المرحله هذه بانكم تشوفوا كتب اللي هي ديال الاطفال اللي فيها كلمات بالصور، باش هكذا تاخذوا واحد شويه الباجاج، تاخذوا شويه ديال الكلمات اللي تساعدكم تفهموا الخطاب اللي كراكم كتسمعوه. مثلا حاولوا في نفس الوقت تستعملوا شويه بالترجمه، واخا ما كنصحش بها، دونك هي كل ما شرحتوا الكلمات بالفرنسيه غيكون احسن، ولكن الى استعصى عليكم انكم تشوفوا الصوره اللي كتعني مثلا داك الكلمه واستعصى عليكم انكم تفهموها بالفرنسيه فرجعوا الترجمه، ولكن غير في البدايه. من بعد حاولوا تعلموا ولا تفهموا الكلمات بالفرنسيه، استعملوا لي ديكسيونير فرونسي فرونسي، ما ترجعوش فرونسي اغاب ولا فرونسي شي لغه اخرى، لان كتاثر من بعد في التواصل. الترجمه هذه هي المساوئ ديالها، واخا كيبان لكم راكم تعلمتوا في الاول وعطات الاكل ديالها، ولكن على المستوى البعيد فكتشكل عوائق اثناء التواصل. مرحله ثانيه في نفس الاطار، وهي انكم تعتمدوا وتركزوا بزاف على التواصل. حاولوا تشوفوا اصدقاء ولا من العائله ديالكم الناس اللي باغا تعلم اللغه الفرنسيه، حاولوا تخلقوا مجموعه بيناتكم وهضروا بالفرنسيه، واخا تخطئوا راه ضروري واحد غادي يكون فايد الاخر. كل ما داك المجموعه دخلتوا فيها شي واحد كيتقن اللغه الفرنسيه، ماشي بالضروره يكون استاذ الماده، لا، شي واحد كيهضر بالدارجه. حنا الهدف لان نتوما اصلا باغيين نتعلموا اللغه البسيطه بحال الدارجه ديال الفرنسيين ولا لو فرونسي اوتونتيك، الفرنسيه الحقيقيه. فحاولوا دخلوا معكم في داك المجموعات كيف ما قلنا ناس اللي كتقن اللغه الفرنسيه، وايفيتيو تجنبوا بتاتا تستعملوا اللغه الام ديالكم. حاولوا تهضروا غير بالفرنسيه، كتبتوها صحيح ما كتبتوهاش ماشي مشكل، لان الاهم انكم تعودوا الدماغ ديالكم على اللغه الفرنسيه، وهذا الشيء بيان سي خصو يكون بشكل يومي. مادام باغي تعلم الفرنسيه وتعلم تهضر بها فغتخصها تولي هي الروتين ديالك. كنتي كتهضر بالدارجه قلب كل شيء ورجع كتهضر بالفرنسيه، واخا تخطا فنهار على نهار ضروري غادي تكتسبوا كلمه. الا ضربناها مثلا وحسبنا على مده سنه فغادي يكون النتيجه طبيعه الحال مرضيه. بيان سي غادي تقولوا واش هادشي كافي، صافي انا الا سمعت وتواصلت غادي يكون كافي 100%. هي غادي واحد الحاجه غادي ياخذ هادشي الوقت، بيان سور ماشي غادي تبداو كتسمعوا هاد النهار وغدا غادي تلقاو النتيجه، لا، ضروري هاد التعلم كيكون على مستوى طويل، ولكن كتكون عنده النتيجه يعني مضمونه ومرضيه. بالنسبه لهذه المرحله مثلا حنا بدينا كنتعلموا، بدينا كنسمعوا، بدينا كنتعلموا، بدينا كنتواصلوا، فصراحه الا حبستوا هنا ما غاديش يكون كافي، ضروري خص تكون عندكم واحد الاطلاله على القواعد. ما تسمعوش القواعد اللغه الفرنسيه وتمشيو تاخذوا مثلا لو بون ايزاج وشي كتب اللي هي كبيره والمستوى ديالها عالي، لا، كاينه واحد السلسله جديده ديال الكتب اللي هي لا غرامير بروغريسيف، تخليكم تعلموا القواعد عن طريق وضعيات ديال التواصل. يعني ما كتكونش داك التركيز على اللغه لدرجه انها كتخلعكم القاعده، لا، كتعلموا القواعد اللغه الفرنسيه من خلال السياق، وهذه الطريقه هذه مزيانه كتخليكم تعلموا بدون شعور وبلا ما ان يكون داك التصادم مع اللغه وتعقدكم حتى اللي تسمحوا فيها. دونك هذه الطريقه هذه هاد لا سيغي هذه مزيانه. سينو راه حتى من السمع ديالكم راه تقدروا تكتسبوا، لان غتوليو كتهضروا بحال داكشي اللي سمعتوا،
هنا ضروري خص تكونوا كتسمعوا فرنسيين اللي كيتحدثوا. الا إيه سمعتوا مثلا عرب ولا مهم شي شخص ماشي فرنسي، فتقدروا تاخذوا منه الاخطاء. الفرنسي راه كيهضروا بطريقه طبيعيه، يعني طريقه صحيحه، وبالتالي السماع ديالكم ليهم غادي يخليكم تعلموا بشكل صحيح. حاجة أخرى ننصحكم بها وهي القراءة. ضروري واخا نتوما باغيين غير التواصل، ضروري ما خصكم تقراو. علاش؟ لأن هاني تعلمت مثلا، عرفت كيفاش كتنطق الكلمات، عندي واحد الباكاج اللي يخليني نتواصل مع أي واحد. أحيانا تقدروا تطيحوا في وضعيات ديال التواصل اللي خصكم تدافعوا فيها على الرأي الشخصي. فكيفاش غادي تدافع على الرأي ديالك الشخصي؟ راهي القراءة اللي غادي تخليك تدافع. البرامج اللي سمعتي لهم الا كانت ثقافيه غيكون احسن، هي غتاثر. فالدفاع على الراي كيتطلب واحد ثقافه معينه، هاد الثقافه غتجيبوها من الكتب ولا من البرامج كيف ما قلت الثقافيه. وحاجه في اطار تعلم التواصل، وهي عمركم ما تخليو شي كلمه خدات انتباه ديالكم، تصادفتوا معها وانتم كتهضروا مع الناس مثلا وخدات انتباه ديالكم وعجبتكم، فما تخليوهاش ما مفهوماش. ضروري تشرحوها، شرحوها بديكسيونير فرونسي فرونسي، وحتى الا ما فهمتوش استعملوا الترجمه، ولكن الاساس ما تخليش داك الكلمه تمشي بلا ما تفهمها، لانك غادي توظفها. دابا وصلنا للشق الثاني، وهو انكم تعلموا اللغه من اجل الامتحانات، من اجل التعبير خاصه الكتابي، لان الكتابه كتطلب واحد الاتقان لغوي. مثلا التواصل الشفهي ماشي بالضروره انكم تكونوا ضابطين 100% القواعد الفرنسيه، ولكن في الكتابه ضروري خص تكونوا ضابطين القواعد. كاينين جوج حلول. تركزوا بشكل كبير على القراءه، وخاصه هنا ما كنهضروش على القراءه ديال قصص الاطفال ولا شي حاجه مبتدئه، لا، زيدوا في النيفو، قراو كتب ديال كتاب كبار باش هكذا تاخذوا الاسلوب وتاخذوا التعابير، لان بيان سور كيستعملوا واحد الاسلوب راقي. كذلك في نفس الوقت حاولوا تخدموا لا غرامير في هذه الحاله، يعني ماشي تشوفوا غير لا غرامير بروغريسيف، دونك شوفوا شي حاجه اللي هي جلوبال فيها جميع القواعد باش تولي عندكم من بعد الفصاحه والتمكن من اللغه. وفي الاطار ديال هاد لا غرامير، فقناه الاستاذ الافتراضي خلقت واحد العرض لتعلم اللغه الفرنسيه، دوره تكوينيه من اجل ضبط القواعد الاساسيه فقط، ما فيهاش تواصل وانما فيها غير قواعد اللغه الفرنسيه من الصفر. دوره اللي المده ديالها 3 شهور. الا بغيتوا المزيد من المعلومات حول هذا العرض، ما عليكم الا تشوفوا التعليق الاول اللي كاين في تحت هذا الفيديو، فضغطوا على الرابط ديال المجموعه الا كانت عندكم الرغبه من الاستفاده من هذه الدوره التكوينيه اللي هي بطبيعه الحال غير مجانيه، واللي الهدف ديالها كيف ما قلت هو التمكن من اساسيات اللغه باش هكذا تجتازوا الامتحانات ديالكم بسلام. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى تكون مفيده لكم. يا تري تري بيانتو.